السلام عليكم. قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا بسبب اشتداد المعارك في المناطق التابعة لمحافظة الحديدة، وحذرت المنظمة من تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في هذه المناطق، قائلة إن الأسوأ لم يأتي بعد إذا استمرت الاشتباكات دون استجابة إنسانية. يعاني أبناء تهامة وحيدين لا حكومة شرعية ولا استجابة إنسانية عاجلة من قبل المنظمات التابعة للإمارات والسعودية، ولا أي أنشطة إغاثية من قبل المنظمات الإغاثية الأممية والدولية. ليس إلا قذائف الموت تلاحق هؤلاء المدنيين من الأرض والسماء. الحوثيون يرسلون قذائفهم دون أي اعتبار لحياة المدنيين، والتحالف يكمل ما نقص عبر طائراته المقاتلة بين الفينة والأخرى. أعزائنا المشاهدين، المساء اليمني يقترب من الوضع في تهامة، وخاصة المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية وتسببت بنزوح عشرات الآلاف من المدنيين. معنا لمناقشة هذا الموضوع بالاستديو أحد أبناء تهامة، الصحفي الأستاذ وديع عطا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ وديع. أهلا وسهلا مرحبا. إذن أستاذ وديع، قبل أن نتحدث عن أي شيء في هذه الحلقة، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود. يغادرون منازلهم التي تعلقوا بها لسنوات، يغادرونها ويصبحون من الغائبين كغياب الشمس الغاربة خلف الجبال، غير أنه لا شروق للنازحين الذين يغيبون عن الساحل الغربي في تهامة جريحة الزمان والمكان، ويتضاعف النزوح كلما اقتربت مؤشرات ما بات يعرف بمعركة الحديدة. الفارون إلى النزوح يبيعون متعلقاتهم الشخصية ثمناً لتكاليف رحلة النزوح التي قد تحمل عناوين محددة إلى الداخل اليمني، وتلك الرحلات التي لا تحمل عناوين وتبقى مجهولة المصير في ظل أعداد كبيرة من النازحين تقدر بعشرات الآلاف من أبناء تهامة والساحل الغربي بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية. العفو الدولية تقول أيضاً إن الأثر البشري للهجوم العسكري الجديد على المناطق الساحلية الغربية لليمن واضح في القصص المؤلمة التي تشاطرها المدنيون الذين تسبب الصراع في نزوحهم. إنها لمحة عما يمكن أن يحدث على نطاق أوسع إذا طال القتال مدينة الحديدة ذات الكثافة السكانية الشديدة، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من اليمنيين يفرون من الحديدة مع احتدام القتال على خطوط الجبهة بالقرب من المحافظة الغربية التي يسيطر عليها الحوثيون في وقت لا تتوفر ممرات آمنة للنزوح، محذرة من أن هناك ما هو أسوأ إذا وصلت الحرب إلى مناطق الحضر. الأمم المتحدة قدرت عدد النازحين بطول الساحل الغربي لليمن في الشهور الأخيرة بنحو 100,000، معظمهم من الحديدة ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان، والعدد مرشح للزيادة مع اتساع رقعة المواجهة والاشتباكات في الساحل الغربي. المدنيون في الساحل الغربي خصوصاً في المساحات المكتظة بالسكان يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل غياب آلية لحماية المدنيين من الصراع، وبات المدنيون في مناطق الاشتباكات عرضة للمخاطر اليومية. إذن بداية وديع، اليوم تودع الأسرة الصحفية المصور أحد أبناء تهامة علي أبو الحياة رحمة الله عليه، والذي استشهد متأثرا بجراحه أثر انفجار عبوة ناسفة. يعني لا أدري ما أقول، عظم الله أجرك وأجر الأسرة الصحفية. الحمد لله رب العالمين. دعيني أفتتح هذا اللقاء بقراءة الفاتحة إلى روح أخونا علي أبو الحياة رحمه الله. نسأل الله أن يتقبله شهيدا. أخ علي لم يذهب نتيجة عبوة ناسفة، بل عملية اغتيال كانت حقيقية، يعني كانت تهدف لتصفية حسن دوبلة ومن كانوا معه. وكان علي، كنا نرجو من الله أن يوفقه بالعافية لكي نسمع منه الشهادة الحقيقية، لأنه الناجي الوحيد. وكنت أخاف عليه كثيرا يعني بالتواصل مع والده ومع إخوته، لكن قدر الله كان. الحمد لله على كل حال. أستاذ وديع، يعني نسأل الله أن يصبرك ويصبر أهله جميعا. يعني تقرير العفو الدولية أستاذ وديع تحدث عن عشرات الآلاف من النازحين، الوضع سيء للغاية في الحديدة والساحل الغربي خاصة مع اشتداد الاشتباكات. هل لديك أي معلومات حول هؤلاء النازحين؟ صعب أن ينتقل على مدى صعوبة الحديث. نعم وديع، أنا أحاول أن أخرجك
من هذا الجو بسؤال مغاير. رحمة الله على علي، يعني نعلم مدى الحزن الذي يصيبك يصيبنا جميعا في فقدان يعني أحد أبناء اليمن. ما يحدث للصحافة وللصحفيين شيء موجع للغاية، وخاصة في بداية أو أول أيام رمضان. الحمد لله نوفق الله للشهادة في هذه الأيام المباركة. كنا نتمنى أن يبقى كما قلت حتى يحدثنا عما حدث، ولكن قدر الله أراد له الشهادة في مثل هذا اليوم. خير إن شاء الله. على العموم، علي رحمه الله كان واحدا من الإعلاميين التهامين المعدودين جدا الذين كانوا ناشطين في المجال الإنساني وفي المجال الوطني بشكل عام، نجم حقيقي يعني في مسألة الرصد يعني أي يعني الحقوق خصوصا يعني، ونزوله إلى حيث كان مغامرة الحقيقة ما كنا نتمنى بأن ينزل أصلا، لكن أقدر الله سبقت. عموما يعني هناك حرب في جنوب الحديدة تتأثر منها المناطق، تعتبر من أكثر المناطق سكانا، ما لا يقل عن 500 ألف نسمة تقريبا في مناطق جنوب تهامة الجنوبية، يعني 5 مديريات تقريبا بما بينها زبيد والتحيتة والجراحي وجبل راس والخوخة وحيس. هذه المناطق في الأغلب الأعم هي مدن ثانوية، يعني حتى إذا ما اعتبرنا زبيد مدينة متقدمة بعض الشيء، لكن النزيف البشري الذي اتجه إلى عدن وإلى المناطق الجنوبية وإلى المناطق التي هي تعتبر محررة يعني كان مهولا يعني أكثر مما توقعنا. يعني لذلك دائما ما كنا نحذر بأن الفشل في الإنقاذ الإنساني، الفشل في يعني اتساع الفجوة الإنسانية في إنقاذ الناس الذين هم ضحايا هذه الحرب، معناها فشل في الحرب نفسه. يعني ليس هناك جدوى من أن تقوم بحرب وأنت تعجز عن تأمين الإنسان فيها، لا تحقق انتصار يعني بعض كيلومترات بينما يفر الآلاف إلى نازحين، يعني هذا شيء. حسب المعلومات التي تلقيتها من بعض الراصدين ومن تواصلي مع منظمة تهامة التنموية، مؤسسة تهامة التنموية التي كانت لها علاقة بإغاثة كثير من النازحين في المناطق الجنوبية خاصة عدن وحواليها، إقليم عدن بشكل عام، يعني هناك أكثر من 5000 أسرة نازحة في عدن وما حواليها خصوصا أبين ولحق، يتوزعون على 2000 من الحديدة طبعا، يعني أكثرهم ينتموا تماما إلى التحيتة والخوخة وحيس، وحيس هي يعني نصيب الأسد في هذا الموضوع. 2865 أسرة في عدن، 1250 أسرة في أبيان، و 1115 أسرة في لحق. أضيف إلى ذلك بأن هناك أيضا لدينا أكثر من 50 أسرة في حضرموت، و 100 أسرة في المهرة، وعشرات الأسر التي لم نستطع حتى الآن الوصول لإحصائها. ذلك لأن كثير من الأسر حينما يصل إليهم الراصدين حتى المتطوعين يعني بدأوا يتشائمون لأنه كثر الراصدون ولا تصل الإغاثة ولا تصل النصرة ولا تصل المنظمات الدولية المعنية، على الأقل ليس بالناس الذين هم في مواقع النزاع فقط، بل حتى الناس الذين هم فروا بما حملت يعني أيديهم على الأقل لإنقاذهم، لا مواد إيواء ولا منظمات دولية وصلت، فقط هو الفتات الذي يصل إليهم، وفي الشهرين تقريبا مرة أو سلة واحدة فقط هم الذي عساها أن تفعل سلة لأسرة مثلا يزيد عن 10 يعني نسمة، ما الذي يمكن أن تفعله لهم؟ يعني ثانيا مركز ملك سلمان وهو الذي يعتبر رأس الحربة في العمل الإغاثي والإنساني حتى الآن يتحققون بأن الوضع الأمني في حيس لا يسمح لهم بالوصول إلى الناس، بينما الناس في حيس يموتون جوعا، وكل يوم أيضا تتوسع معاناتهم ومأساتهم تتضاعف. يعني في الأخير أستاذ ودي، هناك من يتساءل يعني إذا تم تحرير منطقة وتركت للجوع وللمرض وللمخاوف الأمنية المتلاحقة، ما القيمة الحقيقية من تحريرها؟ يعني إن لم يعني فقط أن نخرج الحوثي ثم نترك هذه المدن فارغة من كل شيء إلا من ذويها، أمر صعب يعني يواجه، ربما سيقول البقية لا تحرروا ندعونا يعني كما نحن. الحقيقة يؤسفني القول كذلك بأنه بعض المناطق التي لم يصلها حتى الآن التحرير، وترى ما تتعرض له حيث مثلا من نزيف يومي للناس، يوميا قذائف حوثية تسقط ما بين جريح وشهيد، يوميا نازحين بسبب القذائف الحوثية المستمرة بسبب عجز التحالف بدوله الكبرى عن تأمين مدينة. يعني لا أعتقد يعني الناس وصلوا إلى قناعة بأنه لا نريد هذا التحرير إذا كان التحرير حيث يتكرر عندنا. يعني أبناء الجراحي أصبحوا ينزحون، ومن بقي في الجراحي أيضا يخافون أيضا من أن التحرير سيأتي إليهم بنموذج حيث. أبناء الخوخة بعد 5 أشهر من التحرير لم تتأمن القرية الشمالية منهم وهي القطابة بعد أن نزفت أكثر من 40 شهيد.
وهي قرية ريفية يعني بالمناسبة، ومرفأ سمكي مهم جدا للناس الصيادين المهمين. بعد أن نزفت أكثر من 40 شهيد في الأخير تأمنت قبل يومين أو 3 أيام بالزحف شمالا نحو منطقة التحيتة. حتى الآن هم على مشارف الفازة، وهو ميناء تاريخي مهم، أعتقد بأنهم قريبين الآن من التحيتة. لكن دائما نؤكد بأن التقدم قدما يعني في الجبهة لابد أن يرافقه أيضا على الأقل جسر قوي، جسر إغاثي، جسر بري على الأقل، لأن هناك الخط الساحلي مفتوح ما بين هذه المناطق المحررة، بين قوسين محررة، وعدن التي هي العاصمة السياسية والتي هي المخازن الرئيسية للإغاثات القادمة من التحالف. شمالا أيضا هناك لديك أكبر مخازن للإغاثة القادمة المتحدة متواجدة في مدينة الحديدة، ولا تبعد عن حيث أكثر من 130 كيلومتر فقط. لا الأمم المتحدة قادرة أن تصل إلى المحتاجين داخل حيث، مش قادرة، لكنها تتحقق بهذه الحقق الغير مقبولة وغير المبررة وغير مفهومة كذلك. يعني ما الذي يعني يمكن أن أفهمه أنا كمواطن من أبناء حيث عاجز عن أجد لقمة عيش لأطفالي، ثم تقول الأمم المتحدة بقضيها وقضيضها وكل يعني أدواتها وكل إمكانياتها تقول بأن عامليها عاجزين للوصول إليه؟ نعم. يعني على الأقل ما هي مهمتهم؟ ما هي مهمتهم وما هي أهمتهم؟ خاصة أن هناك يعني لديهم فرق هي خاصة بالمناطق النزاع، يفترض ذلك. ونحن أكثر يعني أكثرنا بأن الشباب مستعدين للتعاون مع أي منظمة تريد أن تصل لهؤلاء الناس. نعم، برأيك هذا الرقم الكبير، يعني هم يتحدثون عن عشرات الآلاف، إلى أين ينزحون؟ هل هناك مخيمات كبيرة، إلى المدارس، إلى ما هو الوضع بالضبط؟ الموضوع مركب ومعقد حقيقة. أبناء الريف الذين هم تحت قبضة الحوثيين لا يمر يوم إلا هناك مشردين جدد منهم بسبب الطرد العمدي من قبل الحوثيين، بسبب التمترس داخل قراهم واتخاذها ممتارس يعني ومراكز يعني إطلاق للقذائف على حيث. يذهبون إلى حيث، وفي حيث لا يوجد أدنى وسائل الإيواء لهم، يعني الناس عاجزين تماما عن استقبال مزيد، لأنهم أنفسهم الناس الآن يبحثون عن فرصة للهروب من حيث الآن التي لا تزال حتى الآن عرضة. وفي هذا السياق أيضا أحيي أهلنا الذين هم صامدين داخل البيوت ولا يزالون يعني يأملون ثقة في الله تعالى بأن هذه الأيام ستمر بإذن الله تعالى، وأن التأمين قريب بإذن الله تعالى. الذين يخرجون من حيث، يعني لدينا أكثر من 1400 أسرة تقريبا، 1600 إلى الآن تقريبا نزحوا إلى الخوخة فقط. يعني تخيل الخوخة يعني مديرية بسيطة، يعني كم سعة الناس ليستقبلوا أكثر من يعني من هؤلاء النازحين. الشباب هناك عاجزين أيضا عن استقبال المزيد. مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي لم يقدموا إلا الفتات، وحتى الآن فقط يعني صرفت بعض الكروت لبعض المواطنين، وحكينا هنا عنها في آخر حلقة معك، يعني وحتى الآن لم يستلموا الناس، فقط يعني عبئت بعض المواد في بعض المخازن وحتى الآن لم يصرف. بل هناك معلومة مؤكدة جدا تقول لي بأن بعض المواد الغذائية المخزنة تالفة لا يمكن أن تستهلكها حتى الأنعام يعني. فما الذي يمكن أن يتحدث عنه مركز الملك سلمان في هذا الإطار يعني؟ اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ بكيل النهاري الناشط في المجال الإنساني من الحديدة. مساء الخير أستاذ بكيل. مساء الخير أستاذ، نشكركم على الاستضافة ونشكر الأخ وديع الإعلامي، ونعزي أنفسنا أولا بوفاة أخونا الإعلامي علي إبراهيم أبو الحياة رحمة الله عليه. نعم أستاذ بكيل، يعني هناك تقارير دولية تتحدث عن عشرات الآلاف من النازحين في مناطق الساحل الغربي، يعني هل وضعت لنا صورة واضحة عن هؤلاء النازحين؟ طبعا نحن قبل أسبوعين كنا في عدن، في محافظة عدن، والتقينا بالمفوضية باللاجئين، والتقينا بالأوتشا، منظمة الأوتشا، مجموعة منظمات، وعادتني الجهة الرسمية في مركز الملك سلمان، وأيضا بعض المنظمات العاملة في محافظة عدن. ولتلمس أيضا أوضاع النازحين في تلك المحافظة. طبعا أختي، أوضاع النازحين أولا يعني مؤسفة بشكل كبير جدا، أولا من حيث الوضع المعيشي، السكن، الوضع الصحي. يعني تخيلي أنه في بعض الأسر تبيع منازلها من أجل علاج يعني أمراض أو من أجل عمليات لأبنائها المستعفية، لأمراض مستعفية. بعد الاجتماع ووضعنا صورة واضحة، واجتمعنا اليوم أيضا بالأخ المحافظ محافظة الحديدة لوضع الصورة حيث الحقيقية، لكن الآن يعني منها أبناء حيث
إلى الآن الوضع الأمني ما زال متردي، النزوح إلى الآن ما زال أيضا مستمر، ولكن هناك كما خبرنا الأخ محافظ المحافظة بأن الأوضاع إن شاء الله خلال الأسبوع سوف تطبق وسوف يعود الأمن وسوف تعود الأوضاع إلى 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 بشكلها الطبيعي. إذا يعني النزوح ما زال مستمر بسبب الأوضاع الأمنية والناس لا يمكن أن تظل يعني الناس تبحث عن الحياة أختي. نعم، إلى أين يذهبون بالضبط أستاذ بكيل؟ يعني هل هناك مخيمات كبيرة لإيوائهم؟ أين يعني هناك أعداد كبيرة، إلى أين بالضبط مستقرهم؟ يعني ما هي ظروفهم المعيشية؟ من أين تتوفر لهم سبل الحياة البسيطة؟ بطانيات، قدور، ملابس، هذه الأشياء كيف يتصرفون؟ هذا الوضع الذي الآن يعني لم نجد له إجابة حتى مع وجودنا مع منظمات الإيواء، منظمة اللاجئين، تكلمنا عن الوضع لأنهم المفروض أنهم يوفروا هذه المعونات تسمى معونات الإيواء. نعم. بشكل المطلوب مثلا حيث فيها أي أماكن أو أي معونات من هذه المعونات الإيواء ولم توفر حتى في مناطق عدن، ولم توفر الآن إلى الآن أختي ناس ما زالوا يجلسون بالمساجد، إلى الآن ناس بالمدارس، إلى الآن ناس جالسين مثلا أكثر من 5 أسر في شقة واحدة. بأوضاع مؤسفة فعلا. إلى الآن أنا أتكلم وأخاطب جميع المنظمات، ولا أعني منظمة بعينها، وإنما جميع المنظمات سواء تدخل فعلا لمساعدة النازحين، نازحي تهامة بشكل أخف، النازحين الذين الآن يعانوا الأمرين، خاصة في شهر رمضان، خاصة في هذا الشهر المبارك. صحيح، تزداد المعاناة وضوحا. نعم، المشاكل. نعم، طيب يعني بالنسبة للقصف هل ما زال مستمر لمدينة حيس وما حولها، تلك المناطق التي تشهد مواجهات مع الحوثيين؟ نعم أختي، ما زال القصف مستمر، وقبل أمس كان القصف إلى وقت السحور، وما زال الاشتباكات مستمرة وما زال الهاونات مستمرة، مع أملنا إن شاء الله أن تكون كما أدلى لنا المحافظ أن سوف تتطبع الأوضاع، ولا ندري متى، ولكن نأمل إن شاء الله أن يكون الأسبوع القادم أسبوع خير وأسبوع أمن إن شاء الله لحيس، وإن شاء الله تنعم حيس وبقية المناطق في هذا الشهر الكريم. نأمل ذلك، ولكن أود أن أسألك أيضا أستاذ بكيل، يعني ما هي يعني قصة المواجهات العسكرية التي خرجت من تحتها هذه التقارير التي تتحدث عن النازحين؟ نحن نعلم عادة أنه كلما تم الحديث عن تحرير بعض المناطق أو اشتباكات جديدة تخرج التقارير الدولية لتشرح الوضع الإنساني في الحديدة، هل لديك أي معلومات؟ أختي، هذه المعلومات العسكرية مثلا أو المعلومات الأمنية أو تجار الحروب أو الأشخاص اللي يمارسوا هذه الأفعال، فهذا أنا أعتبره شكل غير إنساني، سواء كانت من منظمات تمارسه أو من كبار تجار الحروب. ولكن الوضع الآن فعلا كلما زادت الآن بدأ الوضع يتحرك للتحرك العسكري، كلما نلاحظ أن بعض المنظمات تظهر وتتحدث عن الجانب الإنساني، بينما الجانب الإنساني حيث مثلا لها أكثر من 3 أشهر وهي تعاني القصف الآن. أختي أنه أكثر من 100 منزل تدمر ما بين شبه كلي وجزئي، أكثر من 110 جرحى بعضهم معاقين طبعا، أكثر من 43 خلال هذه 3 أشهر قتلى، أكثر من 43 فقط قتيل. وأكثر من 15 طفل قتلوا خلال هذه الفترة فقط. نعم، الرحمة للشهداء. أين هذه المنظمات؟ وأين هذا السؤال الدائم لنا، يعني نحن نتساءل دوما، المنظمات هي عبارة عن تقارير ولكن لا عمل حقيقي لها في الأرض. نسأل الله الرحمة للشهداء والسلامة للجرحى. شكرا جزيلا لك بكيل النهاري الناشط في المجال الإنساني، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. أعود إليك أستاذ وديع، ودعني أسألك نفس السؤال الذي طرحته على الأخ بكيل. يعني عادة ما تضج المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالحديث عن الحديدة كلما كان هناك حديث عن تحرير أو تقدمات أو مواجهات عسكرية، هل تتفق مع هذه النقطة؟ الحديدة للأسف فقط تحضر حينما يتم الحديث حول المناورة السياسية فقط، حول الابتزاز الإنساني يعني،
وأركز على حكاية الابتزاز الإنساني، خصوصا وأن الحوثيين يسوقون ملف الإنساني باسم الحديدة، وهم من يبتز الحديدة ومن ينهبها ومن يسطو على كل مقدراتها. والشرعية أيضا تتكلم عن ميناء الحديدة، وكأن الحديدة كلها مختزلة فقط عن ميناء يعني، بينما الإنسان في الحديدة غائب تماما عن الاهتمام الحقيقي والتركيز الحقيقي، ليس من قبل السلطة الوطنية فقط أو المحلية فقط، بل حتى من قبل العالم حينما يأتي يعني أكثر من ممثل للأمم المتحدة مثلا السابق وهذا الحالي أيضا، وهم يتحدثون عن ميناء الحديدة فقط وحكاية تأمين وصول الإغاثة. طيب الإغاثة وصلت إلى مخازن الأمم المتحدة يعني في الحديدة، لماذا لا تصل إلى المستحقين أصلا؟ هذا شيء. ثانيا دعيني أيضا يعني أكشف لكم حقيقة أيضا، بأنه يعني للأسف المناطق الملتهبة هذه هي عبارة عن كبش فداء للمناورة العسكرية السياسية من قبل الإمارات العربية المتحدة للشركاء في هذه الجبهة تماما. يعني هناك عملية ابتزاز للقيادات العسكرية التهامية الرافضة لمشاركة طارق في هذه الجبهة، ويا إما تقبلوا وإما تبقى المراوحة في هذا المكان وتبقوا تنزفوا يعني. وحينما يتقدم الشباب بألوية هامية خالصة لإنجاز أي نصر يتم إلحاقهم بكتيبة تتبع طارق، ويأتي الإعلام لينسب هذه الانتصارات لطارق. هذه الحقيقة التي إلى الآن لا يزال إلى الآن رئيس ما يسمى بالحراك التهامي محتجز داخل أبو ظبي، يعني لم يسمح له بالعودة منذ شهرين تقريبا إلى الآن. يعني بعض القيادات العسكرية تم تخفيض مستحقات المالية والاعتمادات الخاصة أيضا فقط لأنهم تلكؤوا فيما يتعلق بالاندماج الحقيقي مع طارق. هناك بعض المشايخ أبدوا استعدادهم للتجنيد بعض شباب كثير من شباب تهامة ليلتحقوا بجبهة التحرير لتهامة، قالوا لهم نسقوا مع طارق. ما هذا الإصرار العجيب من قبل الإمارات؟ يا إما تلتحقوا بطارق يا إما تموت يعني حيث هناك يا إما تقدمات حقيقية يا إما يذبح الإنسان. هل يعني هناك تقدمات حقيقية لقوة طارق كما يروج لها الإعلام الإماراتي؟ أنا أؤكد لك بأن الانتصارات التي حدثت خلال هذا الأسبوع لم يحققها إلا ألوية لواءتها يعني لواء الحديدة الأول، يعني يسمون كتائب الوحش، وهم كلهم تهامين، كلهم من أبناء الحديدة ويدينون بالولاء للجمهورية اليمنية الاتحادية ويعترفون بشريعة الرئيس عبد الرب منصور هادي. فقط يفاجأوا يعني بعد أن يحققوا كون الإمارات الراعي العسكري لهذه الجبهة، وهي التي تمدهم بالعربات، وهي التي تمدهم بالتموينات العسكرية اللازمة، وهي التي أيضا، وهذا للأسف يعني هذا الذي يعني يجعلني أتأسف أيضا، بأنها أيضا رواتبهم من الإمارات أيضا. يا إما تستمروا في شراكة مع طارق الذي نفرضه عليكم، وإما سنتوقف عنكم بكل شيء يعني. وينبغي أن يفهم الرأي العام ما حقيقة ما يجري في الحديدة. ما يجري في الحديدة بأن ساحة الحديدة تركت لمدة 40 سنة يعبث بها نظام علي عبد الله صالح، 40 سنة فاضية، لا أحزاب تنافس المؤتمر الشعبي العام ولا تنافس علي عبد الله صالح، ولا أحزاب تتواجد إنسانيا، ولا أمم متحدة متواجدة، ولا عمل سياسي أبدا. سياسة تجهيل وإفقار وإفراغ للشخصية التهامية بشكل عام داخل هذه المنطقة، ويعني ما ورث شيء من الولاء لهذا. يعني مثل ما يقول يعني أنت جوع كلبك يتبعك، وأنا آسف أقول هذه الكلمة يعني في اتهام ناس أعزة يعني فيهم إباء كبير والله، لكن رؤساء فروع المؤتمر، المشايخ الذين جعلوا من أنفسهم مطية لعلي عبد الله صالح طوال هذه السنوات، طبعوا الناس على أن يتبعوا هذا النظام البائد وجعلوهم يحنوا إليه. حقيقة لا يمكن أن نقفز عليها بأن محافظة الحديدة يعني محافظة مؤتمرية في الانتخابات، لكن من بعد 2011 هناك وعي حقيقي يعني بدأ يتجذر، جيل فبراير بدأ يحضر بشكل بارز، لكن للأسف في سياق أيضا العنوان الأكبر الذي هو الثورة المضادة للربيع العربي والثورة المضادة للربيع لفبراير، هناك أيضا سوء استخدام لشباب فبراير أيضا، تم تجنيدهم بأساس الحمية لاتهامة والحمية لإبعاد الحوثيين، والآن يتم استخدامهم غصبا عنهم يعني لأن يكونوا إما تبعا لطارق أو أن أهلهم سيموتون بقذائف الحوثيين، ويرفعون لنا شعار ابتزازي كبير أيضا، لماذا نوحد الجبهة؟ نحن عدونا الحوثي ولا ننكر هذا الكلام، لكن لابد أن تكون القوة كلها تدين بالولاء للشرعية، ولا بد أن تكون يعني ألا تعكر يعني هذه المعركة الوطنية الخالصة بميليشيا لا تعترف بالشرعية، ميليشيا مستأجرة فقط بالإمكان أن تستخدم ضد الشرعية يوما ما. هذا الذي لا نقبله بأن تشوه انتصاراتنا في اتهامة، ولا نستطيع أن نسكت عن ذلك أبدا يعني. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ وديع أن ترصد المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال حوارنا. أسألك بالله وين نروح إحنا
ناس ضعفاء وين ناس فقراء ما معاناش دخل ولا معانا حاجه معانا الا وقود. زعلان على الوضع، شوف كيف احنا نشتي نعيش نشتي نكون نشتي نشرب، لا علاقات لا امام عيالنا كيفهم. لا الفتح لنا بخلي البر لان دولنا قالوا الرجل قال السكر عكان يصدقوا علينا بقليل ما قطعوا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ وديع. استاذ وديع، يعني تحدثنا ربما بدايه الحلقه عن عدم وصول المساعدات الى هذه المناطق، لا من مركز الملك سلمان ولا من الهلال الاحمر الاماراتي. برايك ما هو السبب الحقيقي لعدم وصول هذه المساعدات؟ يعني في نهايه الامر هذه حرب بها جانب انساني لابد ان يكون، ويفترض ان التحالف مسؤول عن هذا الجانب الانساني. ما هو السبب الذي يعني يجعلهم يشوهون صورتهم امام الناس وامام العالم بهذا الشكل؟ الحقيقه بانه المنطقه التي هي بين قوسين ايضا محرره حيث الخوخه هي في عهده الامارات، واعتقد بان الامارات اذا ارادت ان تقول بان الطريق امن لهؤلاء الناس المستحقين سيكون ذلك. ما يصلنا من حجج من قبل المسؤولين في مركز الملك سلمان أو الهلال الأحمر الإماراتي أو منظمة الإغاثية التي تأتي من طرف الشرعية في عدن بأنهم يقولون بأنهم لا يؤمنون على طواقمهم وأن الطريق غير مؤمنة، يعني خصوصا وأن هناك اختراقات للطريق يعني من حين إلى آخر، نفاجأ بألغام لا تزال حتى اليوم تنفجر بالناس في طريق الخوخة حيث مثلا الذي هو الشريان الرئيسي الوحيد الذي يربط حيث بمنطقة المحررة غربيا. هذا شيء. ثانيا يعني برنامج الغذاء العالمي أيضا منذ أسبوعين تقريبا وهو ينتظر الإذن من قبل محافظة الحديدة والمعنيين داخل محافظة عدن في الشرعية، يعني بأن يوصلوا طاقمهم إلى حيس على الأقل ليعدوا الطاقم المعني بتوزيع الإغاثة التي ستأتي. وهناك يعني تعهد من قبل برنامج الغذاء العالمي بأن ستكون هناك إعانة شهرية تسلم للناس داخل حيس، إلى الآن لم يصلوا حتى الآن بسبب ما يسمى بأنه حجج أمنية. هذا الشيء. ثانيا مركز الملك سلمان وصل بعض الإغاثات في مخازن داخل حيس وحتى الآن لم توزع، ولديه كثير من حصة الإغاثة موجودة في مخازنه في عدن وحتى الآن لم تذهب إلى حيس. الهلال الأحمر الإماراتي إلى الآن المحافظ حقيقة وأنا أقدر له أيضا بأنه لا يزال يرابط ما بين المخا والخوخة، ما بين المخا وعدن، المخا سلطة الإمارات وعدن سلطة الشرعية، بحثا عن شيء على الأقل للناس يعني المنكوبين داخل حيس وداخل الخوخة. يعني هؤلاء الناس ما ذنبهم بأن يكونوا فقط يعني في محل رهان عسكري وفي محل قمار فقط أو مناورة فقط. هذا الشيء. هذا يعني هناك أيضا وقع آخر فيما يتعلق بالنازحين في هذه المناطق في عدن وفي أبيان، منذ شهرين تقريبا لم يستلموا إلا سلة واحدة، وأكثر من مرة تقريبا وهذه معلومات مؤكدة أيضا مصادر موثوقة أيضا بأن يتم استدعائهم للتصوير الإعلامي فقط. النازح الذي لا يملك إلا حتى قيمة الفول ليصبح أولاده يقول له تعال إلى منطقة مثلا إلى كريتر مثلا ليصوروا لنوزع عليكم اليوم إغاثة، ثم يصل بعد جهد جهيد وبعد أن يستلف ثم يصل فيفاجئ بالإعلام يصور مع الناس هؤلاء لقاءات بأنه وصلت وصلت الإغاثة ولا يستلم شيء، وفي نفس اللحظة يذهب الفريق الإعلامي ويذهب المسؤولين الذي جاءوا ليتصوروا ثم يقال للناس عودوا لأن اليوم لن نوزع. يعني ما هذا الامتحان الذي يحصل؟ صحيح. يعني لا أدري ماذا أقول والله العظيم، يعني غصة تحبس الدموع عن أن واحد يتكلم عن حرقتنا على أهلنا. والله العظيم ناس أعزاء أصحاب إباء داخل بيوتهم كانوا مستورين ليسوا بحاجة إلى هذا الشيء، معلمين كانوا مستورين وكانوا يعني يمارسون أكثر من عمل بجوانب. هل عجزت الحكومة أستاذ وديع عن توفير يعني الرواتب لهؤلاء المعلمين الذي تتحدث عنهم، عن توفير الـ يعني جزء من حياة كريمة دون هذا الامتهان؟ يعني ما قيمتها إذا لم تحس بالإنسان وبحاجته وبكرامته دون أن تمس وتهدر بهذا الشكل؟ ما قيمة الحكومة فعليا؟ يعني الحكومة يعني الحقيقة بأنها تصارع أيضا صراع داخل التحالف أيضا لإثبات على الأقل ذاتها أمام شعبها. هذا شيء. ثانيا ما يتعلق بالرواتب، يعني قبل يومين محافظ الحديدة تكرم
بأن هناك مكافأة أو دعنا نسميها إكرامية مبالغ لا تزيد عن 20,000 ريال، يعني تخيلي ما يوازي 50 دولار فقط، يعني تصرف لمعلمين محرومين من رواتبهم منذ أكثر من سنة. لو تشوفي كيف فرحة الناس بالعشرين ألف هذه، عجبنا أحد المعلمين قال هذه قيمة اللحوح في رمضان، يعني بالله عليك ما الذي ستفعله 20,000 ريال؟ هذا شيء. مع زيادة الأسعار، يعني نحن نسأل أهلنا، يعني القيمة يعني 200%، يعني لا نتحدث عن 100%، 200%. المحافظ ووكيل المحافظة وأيضا مدير مكتب المالية في الحديدة متواجد الآن في عدن، كلهم يبذلون جهود وحصلوا على توجيهات أكثر من توجيه من قبل رئيس الحكومة باستلام رواتب موظفي الحديدة، لكن الآن يقولون بأن المسؤولين في البنك المركزي وفي المالية لم يصرفوا حتى الآن. المعلمين يعانوا الأمرين، مساكين داخل نتحدث يعني. عن هذه النقطة بتفصيل أكثر، ولكن بعد أن ينضم معنا غالب القديمي الراصد في المجال الإنساني من الحديدة. مساء الخير أستاذ غالب. مساء الخير أستاذ غالب، يعني كونك راصد في هذا المجال، هل لديك أي إحصائيات عن عدد النازحين، عن عدد يعني المهجرين، ما يحدث في الحديدة فعليا؟ الصوت للأسف لا يصلني جيدا أخ غالب، نعتذر منك، يعني سنحاول التواصل بك مجددا على وعسى أن يكون الصوت أكثر وضوحا. أعتذر منك، أعود إليك أستاذ وديع. نعم، يعني كنت تحدثني عن هذه النقطة، هناك توجيهات واضحة من رئيس الحكومة، ويؤسفني أن أتحدث عن توجيهات كثيرة نقرأها من رئيس الحكومة لكثير من القضايا، ولكن يأتي من لا ينفذها. ما الحكمة؟ يعني لما مثلا يتدخل أشخاص من وزارة المالية لمنع هذه الرواتب؟ يعني ما الذي سيستفيده؟ معناها أن هناك سلطة خفية هي أقوى من إرادة رئيس الجمهورية وأقوى من إرادة وتوقيعات بن دغر. هناك إرادة غير معلنة أيضا بمزيد من الإذلال للناس المنكوبين من هذه الحرب، وأصبحوا بين قوسين أو بين فكي كماشة من قبل الحوثيين ومن قبل استبداد الإخوة في التحالف أيضا، الذين لا يتوازى أدائهم يعني العسكري. يعني هل يعقل أن أكون أنا رئيس حكومة أوجه توجيه ثم يأتي نائب وزير أو وكيل وزير ولا ينفذ هذا التوجيه، ويعود الأمر إلي أنه لم ينفذ؟ مع أن رئيس الوزراء يستطيع أن يبدل هذا المسؤول. نعم. هذا الذي بعد هذا التوجيه ألا يفترض أن يكون هناك متابعة لما حدث، خاصة وأن الإعلام لم يعد يترك شيء، يعني الجميع يتحدث أن هناك توجيه لم ينفذ، لما لا يتابع؟ في ظل الأصوات التي تقول بأن عدن أصبحت محتلة بفعل السيطرة الأمنية لأتباع الإمارات، ولم يصبح للحكومة الشرعية فيها الإرادة رقم واحد داخل عدن، فإنه من الصعب تنظيم وقفات مثلا أكثر من شهر، وأنا أسمع من قبل بعض المعلمين الذين يتواصلون بي بأنهم يريدون أن ينفذون وقفة وينتظرون الإذن بأن ينفذوا هذه الوقفة، لم يستطيعوا حتى ينفذوا وقفة للمطالبة بحقوقهم. هناك أيضا شيء أيضا بأن هناك تم صرف دفعة من الدفعات لبعض المعلمين النازحين في عدن، ولم يتم صرف لمن بعدهم. يعني هناك معايير أيضا، يعني هناك غياب للعدالة أيضا فيما يتعلق بالنظر للاستحقاق الإنساني للموظفين المتواجدين في عدن، هذا الشيء. ثانيا يعني المعلمين هناك في كرب حقيقي داخل 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 عدن. أضيفي إلى ذلك بأنهم الآن تساووا مع معدومية الدخل. أنت سألتي الأخ بكيل قبل قليل أيضا كيف تم إيواء هؤلاء الناس. الذين ذهبوا إلى عدن مثلا، هؤلاء النازحين. في هذا السياق دعيني أشكر أهلنا أيضا في أبيان، خصوصا في الكود الذي استقبلت أكثر، يعني أكبر رقم من النازحين داخل أبيان، لأن هناك عروق تهامية متواجدة في هذه الأسر، ففتحوا بيوتهم. حتى أبناء أبيان نفسهم الذين ليسوا من أصول تهامية أيضا فتحوا بيوتهم، والمغتربين من داخل الخليج أيضا من أبناء أبيان ومن أبناء من يعرفون بعض الأسر النازحة اتصلوا لتفتح بيوتنا لهؤلاء النازحين بكل ما فيها من أدوات. يعني تخيلي المياه مجانا والكهرباء مجانا والإغاثة مجانا، لكن الأعداد المتكاثرة تجعل أكثر من 5 أسر من 3 أسر في بيت واحد تواجدوا النازحين في هذه البيوت، لكن من أين لهم حق الإعاشة؟ لا يتواجد منظمات أبداً. يعني هناك منظمات جاءت قبل 3 أشهر وصرفت، هناك أكثر من 5 إلى 7 منظمات تأتي وتسجل نفس الأسر أكثر من مرة. هؤلاء النازحين الذين فروا بجلودهم من حرب وقذائف الحوثي الذي قتلت حتى الآن ما لا يقل عن 50 من الناس. أضيف إلى ذلك بأن المحاصرين داخل مدينة حيس داخل بيوتهم الذي تمطرهم الميليشيا يومياً، يعني
هؤلاء كأنهم في جزيرة معزولة، منتظرين حتى قطمة رز أو قطمة سكر أو حتى حبة ملح تأتيهم. إلى الآن يعني لا أدري ما هو يعني بأي منظور ينظر إلى هؤلاء الناس، هل هم بشر يعني فيتم تجاهلهم إلى هذه الدرجة؟ يعني هناك تجاهل حقيقي مؤلم والله العظيم وغير مفهوم تماما يعني. صحيح. هذا شيء. ثانيا الإعلام الرسمي بشكل عام أنا أوجه له العتب من خلال شاشتكم أيضا بأن ليس هناك تركيز حقيقي على معاناة الناس في المناطق المحررة هذه، وكأن هذه الفضائيات ممنوعة من الوصول، فضائيات الشرعية أتحدث، وكأنها ممنوعة من الوصول لتنقل معاناة أبناء حيس. الإعلام الوطني أيضا بشكل عام معتمد على ما ينقل في السوشيال ميديا أو ما ينقل من الأخبار أيضا. نعم. لا أعتقد يعني ما الذي يمنع بعض مراسلي هذه القنوات الخاصة والآلية والحزبية أيضا أن تصل إلى أبناء حيس، إلى أبناء التحيتة، إلى أبناء هذه المناطق لتنقل معاناتهم الحقيقية. قبل رأس في معاناة، سجون سرية تنتشر بشكل كبير، واعتقالات بالعشرات يوميا في جبل راس. من يقيم السجون السرية؟ الحوثيون طبعا. نعم. إذن أعود إليك أستاذ وديع. عاد إلينا الأستاذ غالب القديمي الراسب في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من الحديدة. مساء الخير أستاذ غالب. مساء النور أستاذ. نعم أستاذ غالب، يعني ضعنا في صورة الوضع الإنساني وما يجري من انتهاكات حقوق الإنسان في الحديدة كونك راصد ومتابع للأمر. بداية أعزي الوالد إبراهيم أبو الحياة وأعزي الوسط الصحفي في وفاة الأخ الحبيب علي أبو الحياة الذي وصلت في أحد المديرية حي رحمة الله بنفسي جزء من هذه الحلقة حول الأخ علي أبو الحياة وتضحية الأخ علي أبو الحياة. نعم. حيث تؤد، حيث تقتل يوميا أطفال حيث نساء أبناء حيث يقتلون وإذا يقتل فالعراء هو مكانهم وسكنهم. اليوم أبناء حيث وأبناء الخوخة والتحيتة يفترشون الأرض وينتحفون السماء. آلاف الأسر مشردين إما في الضالع أو في لاحق أو في أبيان أو في عدن في الخوخة في الكبوت وفي المخا. نعم. لا يوجد أي منظمات إيقاف. ما أتفاجأ وأتألم كثيرا عندما أرى دول العالم في أي مكان نجد مخيمات الإيواء إلا في الحديدة. الحديدة محافظة منسية. الحديدة كما قال الأخوذية جاءت المفاوضات السياسية وفي الجانب السياسي فقط. الحديدة يتحدث عنها كمينة فقط لا كإنسان. لا يوجد في الحديدة حديث حول عن الإنسان أبدا. نعم. إذن يعني أين هو دور اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ يعني ربما أكبر انتهاك لحقوق الإنسان هو ما يحدث في الحديدة من تهجير، من يعني سكن في العراء كما تحدثت، من صمت يعني مؤسف من المجتمع الدولي ومنظماته. يا سيدتي نحن في اللجنة الوطنية مجالنا محصور في رفض الانتهاكات وتوثيق الانتهاكات، ليس في الجانب الإغاثي أو الإنساني. نعم. اللجنة الوطنية أنشئت بقرار لترصد الانتهاكات. نحن نعمل على هذا الجانب رغم المتاعب ورغم المصاعب، أننا لا نستطيع نصل إلى حيث أو الجراحي أو حتى المحافظات التي تحت ميليشيات الحوثي، نرصد النازحين، نرصد المنتهكين في مناطق أخرى، ننتقل من مديرية إلى أخرى حتى نصل إليهم. وضعنا صعب جدا كراصدين. قد نصف كما صفت الأخ علي أبو الحياة، قد نلتحق به إذا رجلنا إلى أي مديرية من مديريات الحديدة. نعم، يعني أنا أقدر وضعكم الصعب، يعني نود لكم المجازفة إطلاقا أستاذ غالب، ولكن يعني ألا يعني هل فقط التقارير التي تصدر والبيانات التي تصدر من المنظمات الدولية هي كل عملها؟ يعني ألا تستطيع هذه المنظمات الدولية بالضغط باتجاه يعني تحسين الوضع الإنساني في الحديدة؟ هناك تقصير حقيقي من قبل الجميع تجاه الحديدة، هي منكوبة ذاتا قبل الحرب وزادت نكبتها سوءا للأسف الشديد بعد الحرب. المنظمات إذا أرادت أن تنزل تريد أن تنزل لحيث وخوفة حتى لو لم تحصل على أي إذن من التحالف. أما بالنسبة للمحافظات الداخل فلتصل إلى ميناء الحديدة وتباع بالسوق تحت مسمى مجهود حربي. اليوم يباع
أمام العالم، أمام الناس في الحديدة مواد إغاثة مكتوب عليها، مواد إغاثة تباع رسميا، لا توزع وإنما تباع، وبعضها أحرقت. العالم كله شاهد مخازن الإغاثة العالمية وهي كثرت في الحديدة والنفط مسجون، أو تباع، إما تباع أو تحرق. عفوا، تباع أو تحرق؟ نعم. لما تحرق؟ المواد هي الإغاثة العالمية أحرقت كامل في الحديدة. كونها تالفة يعني؟ لا، ليس التالفة وإنما فعل متعمد لإحراقها حتى يموت أبناء الحديدة المسجون. نعم، في المخازن. نعم، اتضح لي الآن الفكرة، ولكن يعني يؤسفنا ما يحدث حقيقة أستاذ غالب، ونتمنى أن يصل صوت هؤلاء المهجرين ويعني من يلتحفون الأرض أو السماء كما وصفتهم. يعني وضع مؤسف للغاية وليس بيدنا شيء، ولكن يعني رسالة تود توجيهها أستاذ غالب. رسالة أود توجيهها إلى السلطة المحلية، إلى الأخ محافظ المحافظة والأخ وكيل المحافظة، أن يعملوا على إغاثة أبناء الخوخة والحيتة وحيتة. اليوم أبناء حيتة يموتون وأبناء الخوخة والحيتة، عليهم أن يفتحوا المجال للمنظمات للكل حتى تعمل ليسروا الأمن. السلطة المحلية يجب أن تتواجد في هذه المديريات المحررة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك غالب القديمي، الراصد في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. عودة أخيرة إليك وديع. وديع، يعني هناك إجحاف حقيقي في يعني بالذي يحدث في الحديدة. أتذكر حين تم قرار يعني تحرير الحديدة كيف ضج العالم بأن هناك مأساة إنسانية ستحدث وبأن الميناء سيغلق وهو المكان الوحيد لإغاثة الناس. ما هذه الإغاثة التي تذهب للحوثيين وتباع علنا وصورت ويشاهدها الجميع بأنها تباع في السوق دون أن تصل إلى يعني المستحقين لها؟ رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح قد كان أعلم بأنه الحديدة تستقبل ما لا يقل عن 70% من الإغاثة العالمية التي تصل إلى الحديدة والمحافظات التي حولها، يعني على الأقل. نعم. وبقية الجمهورية. لماذا لا تطالب الحكومة رسميا مثلا من قبل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو الجهات المعنية في الأمم المتحدة مثلا ضمان إيصال هذه الإغاثات إلى مستحقيها؟ هذا الشيء. ثانيا، أود أيضا في نهاية هذه الحلقة أيضا قبل أن نختم أيضا أن ألفت النظر بأنه هناك مجازر حقوقية ترتكب بحق أبناء التحيتة بينما القوات تقف على مشارفها، يعني في الجراحي كذلك اعتقالات بالعشرات، يعني هناك ما يعني اعتقالات تتم ولا يتحدث عنها الإعلام فقط لمجرد الاشتباه، بمجرد أنهم طابور خامس. هناك معاناة أيضا من قبل الناس الذين هم ضحايا لهذه الميليشيا الذين تستبد بهم داخل جبل راس وداخل التحيتة وداخل حيس وداخل الجراحي كذلك. أضيف إلى ذلك بأنه أبناء زبيد أيضا متخوفين أيضا من حكاية ما يجري في حيس مثلا وما جرى للقطابة في الخوخة. ما الذي قد يحصل للتأريخ داخل زبيد؟ يعني لابد من الآن أن ندق يعني جرس الإنذار أيضا حول تاريخنا وتراثنا وهويتنا في زبيد، حول أيضا الإنسان داخل هذه المناطق أيضا بالدرجة الرئيسية أيضا. وإلا يعني فليتوقف التحالف عن عملية العسكرية وليترك الناس يعيشون على الأقل حتى تتكون لديهم القوة الكافية ليواجهوا هذه الحوثيين. نعم، إذن أتمنى أن تصل رسالتك أستاذ وديع، وأن يكون هناك من يستمع بضميره قبل أي شيء. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة، وعلى مدى صعوبة ظهورك معنا في مثل هذا الظرف الإنساني، لكن شاكرين لك هذا الوجود. أيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.